مساء الخير يا سهام. طلعت انت امبارح لوحدك، سبتك مع الموس وسبتك مع شنو يعني، وانا قلت احتفل مع الجماهير. طبعا انا صوتي رايح، انا يعني الاول طبعا بمس عليك وبمس على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. انا كنت واحد من الجماهير الثالثه زي ما بيقولوا امبارح بعد المباراه، فاعذروني على صوتي شويه، وكنت يعني دايما يعني كواحد من ابناء النادي الاهلي واللي اتربوا في النادي الاهلي كنت عارف قيمه هذه المباراه بشكل كبير جدا. مباراه تاريخيه، مباراه استثنائيه، علشان كده احنا كمان موجودين مع حضراتكم هنا في البيت الكبير في يوم استثنائي. كان بقول مبروك لكل الناس، مبروك الانتصار الكبير الغالي، التتويج بالتاسعه. مباراه كانت يعني كانت انا بالنسبه لي مش الخروج من عنق زجاجه، لا دي مباراه بثلاث بطولات. بنتكلم على البطوله الافريقيه الغاليه، بنتكلم ان شاء الله على بطوله السوبر الافريقي، ان شاء الله بنتكلم على بطوله كبيره جدا كاس العالم للانديه. يعني انا كنت يمكن كمان موجود مع حضراتكم، وكن ان شاء الله باستمرار هنا بقى في البيت الكبير هنتابع اخبار نجومنا ونعرف احتفالاتهم ونعرف المباراه عدت عليهم ازاي. امبارح كان معانا ثلاثة من أبطالنا، كان معانا موسيماني، كان معانا الكابتن سعيد عبد الحفيظ، والعملاق السد العالي محمد الشناوي، وكانت سهرة ممتعة. أنا عارف إن السهرة اتأخرت لغاية تقريبا الساعة 4:30 الصبح، والنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي مكملة للصبح. فده يوم استثنائي، ده يوم تاريخي زي ما اتكلمنا، وعلشان كده موجودين مع حضراتكم النهارده. بقول تاني ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي حتى يعني ما نامتش وفضلت في الشوارع حبا في كيان النادي الأهلي. مبروك لإدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته، مبروك للرجالة اللعيبة اللي كانوا موجودين في أرض الملعب، مش بس الموجودين في أرض الملعب، كل من شارك في هذا الانتصار، الموجودين جوه الملعب واللي بره، بنتكلم على كل اللعيبه. الجهاز الفني العظيم اللي موجود عندنا بنقول له الف مبروك، خطوه ان شاء الله لبطولات جايه، واكيد طبعا كل التتويج دوت بيجسد كيان النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي الكبير اللي كلنا فخورين بيه وكلنا بننتمي ليه بشكل اكتر من رائع.